السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم قدمت لكم هذه الكيكه ديال الطبقات، يعني بعجينه وحده كتعطينا هاد الطبقات وتعطينا الطبقه ديال لاجينواز. كتجي كيكه اللي هي بارده ومنعشه في هذا الفصل ديال الحراره. راكو عارفين كنقلبوا على شي حاجه اللي هي بارده. هذه ثلاثه في واحد، يعني بعجينه وحده كتعطينا هاد الطبقات وتعطينا الطبقه ديال لاجينواز. كتجي كيكه اللي هي بارده ومنعشه. هكا كنحضروها، كتوجد بسرعه، يعني في نص ساعه كتكون واجده بين الطياب ديالها وبين التحضير ديالها. كما كتشوفوا كيكه اللي كتجي بارده بزاف ومقادير ديالها اللي هي بسيطه. ندوزوا للتغليقه والمقادير. هنا عندي المقادير، عندي 4 ديال البيضات في حراره المطبخ، عندي 100 غرام ديال الطحين الابيض خاص بالحلويات، عندي 15 غرام كاكاو المر، يعني كاكاو المر ماشي كاكاو الحلو، عندي سكر سنيده 28 غرام ديال السكر سنيده كما كتشوفوا معايا، يعني سكر سنيده نحتاجه في هذه الوصفه، سكر سنيده وسكر ثقيل. عندي هنايا الزبده 113 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، من الاحسن تكون زبده ممتازه خاصه بالاكل، يعني كتبش تجينا كيكه اللي هي لذيذه. وعندي سكر غلاس، هنا عندي سكر غلاسي او السكر الناعم 145 غرام ديال السكر الناعم، ونحتاج نص لتر من الحليب، الحليب عادي، ونحتاج واحد القرصه ديال الملح. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. غنحتاج 4 ديال البيضات كما تشوفوا معايا، غنفصل الصفر على البياض، يعني باش غنطلعوا هذاك البيض ديال البيض، يعني رجع لينا بحال الشكل ديال الثلج، هو اللي عيطينا هذيك الطبقه ديال لاجينواز يعني في الحلوه ديالنا. هكا كنزول صفر البيض، يعني كنديرو على جنب، والبياض كنديرو هكا باش غنطلعوا، يعني كيطلع لينا بحال الشكل ديال الثلج كما كنعرفوا، مع واحد القرصه ديال الملح. وانتم معايا هنا، من بعد ما فصلت البياض على الصفار كما تشوفوا معايا، عندي القرصه ديال الملح، وعادي ندير هذيك 28 غرام ديال السكر سنيده ماشي السكر الناعم، عندي ندير السكر سنيده هو اللي غنطلع به البياض ديال البيض. دائما البيض يكون في درجه حراره المطبخ هكا باش يطلع لكم البياض ديال البيض كما كتشوفوا معايا. هنا كنطلعوا حتى كيرجع على شكل الثلج، ومن بعد نتلاقاو. هنا من بعد ما طربت هذاك البياض ديال البيض كما كتشوفوا كيرجع على هذا الشكل هذا، يعني نقلبوا البانيو ديالنا او البول ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني كيكون شاد في راسو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، هذا هو كيكون ناجح معنا البياض ديال البيض. هنا غندور ندوز لهذوك الصفار ديال البيض فقط بالتراب يدوي، غندير هذاك السكر كلاصي كما تشوفوا معايا، غنغربلو هكا باش نحيد منه هذوك الكتل كما تشوفوا معايا. هنا عندي سكر كلاصي كما قلت لكم 145 غرام ديال السكر كلاصي كما كتشوفوا هنا، سكر كلاصي غنذوبو جيدا مع داك الصفر ديال البيض كما تشوفوا معايا، ومن بعد غنضيف هذيك الزبده، ماشي تكون سخونه بزاف، يعني كتكون ولات على درجه حراره المطبخ، ومن بعد كنخلط جيدا كما تشوفوا معايا، ومن بعد كنبقى ندوز ندير في العناصر شويه بشويه الكاكاو والطحين والحليب والبيض ديال البيض، اخر حاجه هو اللي غنضيفوه كما تشوفوا معايا في الصوره. من بعد ما ضفت هذاك الكاكاو وضفت هذاك الطحين خلط جيدا كما تشوفوا معايا، ومن بعد غنضيف هذاك نص لتر ديال الحليب كما تشوفوا معايا، وغنخلط جيدا حتى تخلطوا ليا العناصر مزيان مع بعضياتها. وهنا الفران كنكونوا دايرينو انه يسخن على 180 درجه، يعني اي مول عندكم، المهم كما كتعرفوا هذا الكيك يكون سائل، يعني ما ديروش شي مول انه يسيل لكم من الجناب، يعني مول يكون مجموع كما تشوفوا معايا.
فقط كنخلط جيدا حتى كيتخلطوا ليا العناصر مزيان مع بعضياتها. هذاك البياض ديال البيض اخر حاجه كنضيفه. كما كتعرفوا معايا هذا الكيك راه ما فيش نهائيا الخميره ديال الحلويات، كيجي اللي هو بارد ومنعش، كيجي لذيذ بزاف. وكما كتشوفوا هاد درجه الحراره كنقلبوا على شي حوايج اللي كيكونوا باردين. كما تشوفوا معايا مع خلط جيدا كما كتشوفوا العناصر مزيان مع بعضياتها، ما نخليوش نهائيا هذاك الطحين الكتل ديال الطحين او اي حاجه، نخلطوا جيدا حتى يبانوا لينا العناصر تخلطات مزيان مع بعضياتها. ومن بعد كنضيفوا هذاك البياض ديال البيض، ومن بعد كندير المول اللي كنكونوا داهنينو بالزبده ورشينو بالطحين، وندخلوا الفران. تقريبا خذا ليا بين 35 دقيقه، بين 30 دقيقه حتى 35 دقيقه لحسب المول ديالكم واش عريض او طويل كما كتشوفوا معايا. يعني هذا هو البياض ديال البيض اللي كنا طلعناه غنضيفو. يعني واخا كيبان ليكم انه ما تخلطش مزيان مع العناصر، حيت العناصر اللي هي سائله هو اللي عيعطينا هذيك الطبقه الفوقانيه بحال لا جينواز كما تشوفوا معايا في الصوره. بعد ما خلطت الخليط كما كتشوفوا يعني كيجي على الشكل هذا، يعني هذا هي الطبقه اللي تعطينا ديال الكيك الفوقانيه بحال لا جينواز. كما كتشوفوا واخا يبان لكم الخليط انه سائل، هذاك هو الخليط خصو يكون بحال هكاك. من بعد كنجيب هذاك المول اللي كنت دهناه بالزبده ورشه بالطحين. كما كتعرفوا معايا هذا الكيك ما فيش نهائيا الخميره ديال الحلويات، يعني المقادير اللي عطيتكم خصكم ديروها مضبوطه. هنا عندي نكبو على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هذيك الطبقه الفوقانيه ديال البياض ديال البيض كتبقى دائما الفوق، هي اللي كتعطينا الشكل ديال لا جينواز. هنا غندخلو خدا ليا 35 دقيقه بالضبط في الفرن حتى كيبان لكم انه تشقق شي شويه من الفوق، وكتقبضوا شي هكا شي سكين او شي عود كتدخلوه الوسط كيخرج لكم اللي هو ناشف. كتعرفوا بالله راه الكيك ديالكم واجد، ويعني كديروه في الثلاجة تخليوه حتى ياخذ درجة الحرارة المطبخ، ومن بعد كتدخلوه للثلاجة تقريبا واحد جوج سوايع، ومن بعد كتقدموه لوليداتكم بالصحة والراحة. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، بطبيعة الحال غيتشقق ليكم حيت يعني الأسفل ديالو كيكون سائل، يعني كيجي على هذا الشكل هذا، يعني كيجي كيك تصدقوني كيجي لذيذ بزاف. يعني واخا المنظر ديالو أنه ماشي زوين بزاف، ولكن كيجي لذيذ بزاف. فقط كقبضت انا هكا واحد السكين ودرتو هكا في الجوانب وقطعتو مربعات وقدمتو بالصحه والراحه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، كيجي كيك اللي هو منعش وبارد بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. الكيك ديالنا من بعد ما قطعته وقدمته، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. واللي عجبته القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، ما ينساش يشترك، واي تعليق اكتبوا لي لتحت مرحبا والف مرحبا. ونخليكم مع هذا الكيك، نتمنى انكم تجربوه كيجي بارد ومنعش، ردوا عليا في التعاليق. هذا الحراره هذا كيجي لذيذ بزاف. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيما كيجي، كتجي لذيذه بزاف كيما كتشوفوا معايا. كيجي فيها الطبقه ديال لا جينواز، طبقه ديال كريم كراميل، يعني كتجي طبقه لذيذه بزاف. يعني سهله اننا نحيدوها من المول، يعني ما كتلصق ما حتى شي حاجه.
من الأحسن تخليوها أنكم أنها تبرد عاد تقدموها لعائلتكم، باش هكا كتجي لذيذة بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. نتمنى أنها تعجبكم الكيك ديال اليوم، يعني صدقوني كيجي لذيذ بزاف. تقدروا هكا تغبروه من الفوق من الكاكاو المر أو السكر كلاصي، يعني التزيين بقالكم نتوما الاختيار، يعني كتجي لذيذة. نتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق. خليتكم الراحة وبسلامة عليكم.